مرحبا، هنا توبو. اليوم ابي اشرح شغله مهمه طلبها احد الاصدقاء، ان شنو الفائده من تطوير الكروت. تطوير الكروت يا صديقي هي الشيء الوحيد اللي يفتح لك كروت اصلا. انزين، فشلون تفتح كروت او شلون تطور كروت؟ لما تلعب اي مباراه، المباراه 6 ادوار صح؟ كل دورة بالمرات هذه تعطيك مثال، خلينا نقول ان هذه مجموعتك. لازم شوف تطور كرت، مثلا ابي اطور هذا انا، لازم هذا يكون داخل مجموعة عشان ممكن يطلع لك بوستر حقه. زين، البوستر اللي هو الاخضر هذا اللي فوق، تشوفونه فوق اثنين، الاخضر فوق يمين رقم 2. زين، ما علينا، المهم هذا الكرت بيتطور، فخلنا اشرح عليه الحين. هذه انا لعبت فيها واجد، ليش؟ لان عندي بوستر واجد. زين، عندي 150 نقطة، هذه من المجموعة الثالثة، عندي 96 نقطة خضراء اللي هي بوستر، والفلوس اللي هي مالت مهمات صح. هذا أول شيء مهم، إنك تجيب فلوس مهمات اللي هي أزرق. الأخضر اللي هو البوستر، كل مباراة تلعبها كل دورة راح يعطيك بوستر، فعلى نهاية المباراة كل نهاية مباراة يعطيك 6 بوستر. 6 بوستر على 6 كروت، لا آسف، 6 بوستر على كرت من 12 كرت اللي عندك. إنزين، فمثلا 6 بوستر يعطيني مثلا حق ليزر. إنزين، هي تعتبر يعني حظ، 6 على 12 واحد، فأنت حظك هل الكرت اللي أنت بيت تطور خذ البوستر ولا لا، ما ندري. إنزين، خلنا نقول إن هذه قادرة على إنها تطور، بس نضغط هنا يجيني يمين، شوف هذه يقولك ملقوفة دث. إنزين، يقول لك هذه عشان تخليها كرت ليجندري. إنزين، يبي منك 300 أزرق، إنزين، و30 أخضر، تمام؟ هذه هي البوستر وفلوس اللعبة. إذا طورتها، ركز معي، إذا طورتها يعطيك 6 أخضر، 6 كولكشن ليفل. إنزين، كولكشن ليفل شنو؟ اللي هي هذه أصلاً، هي حقك، كل ليفل حقك. أنا الحين 2-3-0-2 صح؟ هذه 2-3-0-2 مثل ما شايفين. لو عطاني 6، احسبها كذي، هذا فراغ 2-3-4، راح يعطيني 4، راح اوصل هني واخذ هذا الازرق الهديه. زين، 5-6 راح اوقف هني، فاذا طورت الكرت ثاني راح امشي اكمل اكمل اكمل. شنو الفائده من انك تفتح يعني تطور كروت؟ راح تفتح كروت، راح تفتح كروت وتلعب زياده تلعب زياده تلعب زياده. فهذه هي فائده تطوير الكروت، وشلون تفتح كروت اصلا، شلون تطلع مجموعة جديدة أو كروت جديدة. إنزين، هذه هي مسألة التطوير، أتمنى أنها تكون وضحت. الحين وصلنا للمجموعات، وين خليني أحط لكم مجموعتين اليوم. راح أحط واحدة من أسهل المجموعات اللي ممكن تدخلها أنت كجديد، لأن ليش؟ هذه الكروت كلها تقريبا موجودة، بس وور باث وديستروير يعتبرون جدد، وهذه المجموعة ترى حيل قوية صراحة. إنزين، فأجربها معكم. لحظة، ركبتكم صح؟ أبركم شو الفائدة أو شلون تركيبة الكروت؟ عندنا أتمان 1-1، إذا حوالي 3-4، أرور 2-3، يحمي كل موجود في المكان اللي هو فيه. فا قلنا لكم قبل إنه إذا كان موجود هل حلو هذا راح يخرب عليك؟ زين، أو يقدر يذبح هذا اللي هو شانكشي، اللي هو هذا وينه؟ شانكشي، وينك يا شانكشي؟ هذا هو؟ زين، طلعت أنا، طلعت 1-5، أظن سبكترم 6 اللي هي هذي. وين هي؟ هذي، ما علينا. أنتمان أرمر، ليزر 2-5، إذا قدامه 4 يصير 2. هذا دائم لعبه عشان تقف خوي عدوك، فقطب النص. لا تصدق راح يخرب عليك، تقدر تقص على عدوك، تقدر طبعا النص بحيث انك تخلي عدوك يلعب قدامه، وانت تبني انتمان، تبني ارمور، تبني مثلا ايرون مان واي واحد ثاني. زين، لكن اذا كنت بتلعب هذا لا تلعب لمك هذا لو سمحت. زين، او حتى بكل حالات، حتى لو قطيت النص انا اقول لك ليش الفائده منه، اسمع شوي. 3 ثيفة مستر فانتاستيك اون جوينج ادجيسنت ياخذون 2 زيادة، لو تقطع بالنص يصير اليمين واليسار عندهم نقاط زيادة، فيفضل انك تلعب بالنص اذا كنت ناوي تلعب مستر فانتاستيك.
كابتن امريكا 3-3 يقوي كرابع بواحد اللي حوله في المكان. كوزمو 3-3 يوقف الريفيل اللي هي الكشف اللي هي حقت هذه وحقت هذا. 4-5 وور باث القوي اذا بس عندك مكانين يزيد قوة هذا الى 9 فيحمي ارمر من شانك جي. 5-0 ايرون مان يدبل مجموع قوتك. 5-3 بروفيسور اكس يقفل المكان، ما حد يطلع ما حد يدخل ما حد يسوي اي شيء، المكان هذا يصير مقفل 100%. سبيكترون 6-5 تقوي كل الموجودين هم انقوينج الى زائد 2، هذه تخليك تسحب زيادة. كروتك 6-9 اللي هي من الكشافيز ما يطلع لك باخر سحبة، فيضمن لك انك تسحب لك الكروت اللي انت بيها ان شاء الله يعني. 6-15 دستروير اذا لعبت يذبح كرابك، بس ها اذا عندك ارمر ما راح يوتون، اذا عندك اكس ما راح يوتون، فهذه هي الفائدة من ارمر واكس مع وجود دستروير. ونرجع على ليزرد الخطة اللي قلت لكم عنها، الحين تلعبت انت مان وارمر يسار، لعبت ليزرد بدنس، لعبت وور باث مع ارمر وانت مان، ولعبت اي واحد معهم كيفك، يمكن ايرون مان كيفك شي يرجع لك، ف تفولت اليسار هذا طفت قوته ردي الى 5 وهذا موجود بدنس، انت بتفتك من هذا تلعب هذا يمين خليه يذبح هذا، هذا يرجع 9 وهذا يصير 15 باليمين. هذه هي الفائدة من دستروير. تجربة تمام. المكان القثيث هذا ما عندك روت بالجسمة. اوكي نلعب هذا. على هذا لان احتمال انه يلعب كارلو يجي يذبحهم، فنجرب خلي ما يذبحهم. يلا العب حجي. اوكي تمام. اوه نو، هذا المكان يخلي عدوي يسحب من كروتي وانا اسحب من كروته، انه الامر سيء. العب هذا هذي قوي هذا المكان، هذا هي الفائدة من وجوده في اليمين. ليزر حلو، راح العب قدامه وغثة. عنده سان سبوت سكت، لو العب سان سبوت العب هذا هذي ما يحتاج على سان سبوت، خليه يولي لحظة. خلنا نلعبه. حلو. حلو. حشر نفسه. تمام. راح أحاول أقفل هذا المكان. لا المشكلة هذا راح يفوز 100%. ليش؟ لأن هذا شغال. نلعب هذا الحين يصير 16، هذا راح يقل 3، فاحنا فايزين يعني نفوز. بس نشوف إذا هو راح يلعب أو راح يلعب شيء، خلاص راح يستسلم الحين. أخذنا عليه نقطتين سهلات. يلا اطلع يا حبيبي. اوه شكرا. اعطاني 8 نقاط شكرا. اوكي اتمان خليني احاول العبها مره ثانيه لان احس اني ما لعبت عدل. أتوقع ما أدري إذا هذا من الجمعة الثانية ولا من الجمعة الثالثة، بس أظن بالثانية هذا.
أوسكار تاور بعد الدور الثالث راح تبدل الكروس المجدات لو ألعب هني الحين يأخذه وأنا أخذ الكروس اللي ألعبه فأخله يولف. إذا قلت ألعب كيرتس بذهود في سالب ثيف فيخرب عليه. سلنج أكاديمي بعد الدور الخامس يقطن بأماكن عشوائية يا يمين يا يسار. هذا راح ألعب هني أنا من الشسوم بعد سراير ما هي فائدة قريبا. تمام راح أعطيه كيرت هذا فوق. اوكي عارف هذا هني اوه المونجر والله حلو شكله. خلنا نلعب لزرد هني. ايه حلو راح العب اكس هني. اظني راح اقطع المكان هذا بسرعة. حلو 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 اسهل شيء الحين سهل اللعبة. نوكيا ومنو سارة. اوكي نلعب هذا هني. هذا راح يجي هني بعد شوي. حلو قبل هذا المكان خلاص. الحين العب ديستروير هني. هذه هي الفائدة من ديستروير معنا 17 نقطة. لعب هذا هو خلصني من هذا لأن هذا راح يذبح ديستروير لو يلعب. أنا راح ألعب قبله مثل الشمال الذهبية هذه فنطق هني. إذا فزنا خلاص هني فالحين احتمال كبير راح يطلع. صرت 15 يعني ذبحت قوي مستر فانتاستيك. هذا هو دك ديستروير. قفل المكان تلعب المكان الثاني سهلة. شوف مجموعة ثانية. تمام الحين شوفنا مجموعة ثانية. من تبون من تبون من تبون أودن. يلا خلنا نلعب أودن. زين وين أودن؟ خلنا أشرح عليه. زين أودن تذكرون هذا ما غيره اللي شغل هذه. شنو الزيادة والفرق؟ حطينا وانج معاه. انزين واحد اثنين ايس مان يزيد تكلفة كرت من كروت عدوك. واحد اثنين كور يحط صخرة في مجموعة عدوك. واحد اثنين يوندو يدمر كرت من سحبة عدوك فيفضل انك تلعب يوندو قبل كور. اثنين اثنين كيبل يسحب كرت من كروت عدوك او سحبته. ثيثي سكوربيون يقلل قوة الكروت اللي بيد عدوك سالب واحد. مثلا خلنا نقول ان بيد عدوك هذي تصير واحد. انزين ثلاث صفر ايرون هارت تعطي ثلاث كروت لاعبهم انت زائد اثنين. يعني مثلا انت حاط هذا وهذا وهذا هذا وهذا وهذا تلعب هذي كلهم راح يصيرون قوتهم اربعة. ثلاث ثيثي ستورم تسكر مكان تسوي فيه فيضان. أربعة اثنين وونج أي هذا جديد طبعا بالمجموعة الثالثة هو ongoing طالما انه موجود. أي ريفيل أي واحد ريفيل مثل هذه أو هذا مثلا هذا مو يسحب كرت يصير يسحب كرتين لأن هذا موجود فهذا يدبل حركة الريفيل حركة اللعب. زين أربعة ثلاثة شانك شي يذبح أي واحد قوته تسعة وفوق. انشانترس أربعة أربعة تطفي أي واحد ongoing لا تلعبها على هذا لو سمحت. خمسة واحد وايت تايجر إذا لعبتها تقط هذا في مكان آخر غير مكانها النمر الأخضر هذا. إنزين فتلعب وونج تلعب وايت تايجر بعدين تلعب أودن معهم وتلعب أيرون هارت بعد. إنزين فهذا الأربعة هم يشتغلوا مع بعض. هذه هي الفكرة من الدك إن هذه وهذا 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 في نفس المكان. أودن يعيد تشغيل الريفيل فتخيل أنت تلعب لي هذه تسوي بف أول مرة فيها تلعب وونج بعدها بعدين تلعب هذه تطلع لك نمرين بدل النمر بعدين تقط هذا. إذا قطيت هذا شو يسوي؟ يشغل كل الموجودين يشغل هذه مرتين فتخيل يشغلها تعطي ستة تعطي ستة مرة ثانية بعدين هذه تطلع نمر تطلع نمر مرة ثانية فيصير عندك ثلاث نمور تقريبا لا خمس نمور. ليش؟ أربع نمور. ليش؟ لأنك أنت لعبت هذا بالدورة الرابعة لعبت هذا بالخامسة راح تطلع نمرين وتطلع نمرين زيادة بسبة هذا
لا والله اكثر بعد. لحظة، نمرين و تقيت اودن، اودن راح يشقلها مرة راح تطلع نمرين، تقيت مرة ثانية يشقلها بعد راح تطلع ست نمور. اذا ما لعبت شيء يعني، فتخيل تقدر تلعب المجموعة هذه كاملة، تقدر تلعب بس بالكروت الاربعة هذول، والباقي هي تشتغل كل شيء، تطلع لك نمور وهذا يعطي بفات. فخلنا نجربها عشان ممكن تفهمون شو اقصد. لا صراحة مجموعة قوية حيل وما يبي لها حتى تفكير يعني، حتى هو يحبه تشوفون حط صورته. اوكي، عندنا اول قطعتين من المجموعة. نلعب كور شاطي بوف بس. لازم تخلي مكان كامل فاضي حق الاربع قطع اذا كانوا موجودين. لا اوه اشوى زين. اللي بعده نو. اوكي، بكل الحالات راح نستفيد منها هذه. الدور الثالث راح نلعبها هني ان شاء الله، ان المكان هذا زين يعني عشان نستفيد منها. تمام نو. انزل. لو العب طبعا هذا المكان خلاص خربان. لو اخسر هني بس هقوي لي هني، خل نشوف احتمال ان راح نستفيد منها. مو مشكلة. اوكي راح نلعب. اقدر العب هذه هني بس اكرم كان، بس اقدر افوز يعني بالنهاية فيها. زين بس خل العب هذه. اوكي العب هذا ليه، والعب هذا ليه، بحيث ان شاء الله اني اغطيه. انا شرح شغل كل شيء بأودن، ما طلعت لي التايجر الحين، ما راح يلعب شيء هني لانه يعتقد انه راح. ما شاء الله تبارك الله، شو صادني. زين هي نذبحها. تمام اشوف شو يصير. هو الحين يضطر يلعب هني لان حاط هذي، الا اذا لعب اشياء صغيرة هني عاد شي يرجع لهذا، بس ما ظنيتي لان حيلي بيفوز بالمكان. اوكي فزنا هني، حنا راح نفوز هني ان شاء الله. في حين شغل هذه مرة ثانية بعد. أول هني. أوكي. أوكي. حلو. هذه مجموعة أودن باختصار، بس إنه كان ناقص النمر يعني. أتوقع إن وضحت الفكرة من أودن مع وونغ. وونغ من أجمل الكروت، يفضل إني بطلع لك أخذه. الحين أقدر أقول لكم سي سو سون إن شاء الله في مجموعات جديدة.